مش مهم صحتك، مش مهم حياتك، انت كلك مش مهم، المهم فلوسك، لازم ناخد فلوسك. نظرية بيتبعها معظم شركات الأدوية، تمام؟ وهيجي النهاردة نكلمك عنها. أنا محمد البحراوي، وموضوعنا النهاردة احتكار الأدوية. عمرك فكرت ليه لما تروح مثلا صيدلية تلاقي الدواء المعين ده ناقص؟ ليه مثلا الدواء مش متوفر بشكل مستمر؟ ليه مش على طول لاقيه؟ ليه دايما لازم نلف عليه اكتر من مكان؟ ليه مثلا ما اروحش الصيدليه مثلا اقول لها هاتي لي العلبه اسمها فلان ديت، الاقيها ويقول لك العلبه ديت مثلا مختفيه اليومين دولت؟ ليه؟ لما بتيجي في دماغك او لما تروح لصيدلي بالشكل ده بيجي في دماغك اول حاجه ان هو مخبي العلبه ديت عشان سعرها يزيد. طب مين اللي بيزود سعرها؟ هل الصيدلي بيزود السعر ولا الشركات ولا الحكومه؟ هنتكلم عن الموضوع ده دلوقتي. معنى علبة دواء اسمها سين مثلا، العلبة ديت كان سعرها 10 جنيه، زادت الأسعار أو قلت، بس المهم العلبة دي اختفت من السوق، رجعت بعد كده بسعر 15 جنيه أو 20 جنيه. مين المسؤول عن كده؟ المسؤول عن كده بيكون الشركات. الشركة مكسبها من علبة الدواء ما بيقلش عن 60-70%، يعني لو علبة ب10 جنيه هي واقفة عليهم كلها ب2 جنيه 3 جنيه، والباقي ده كله بيخش فلوس للشركة، فلوس بقى للعمالة، فلوس للتوزيع، فلوس للتصنيع نفسه، فلوس للخامات، لكن في النهاية بيطلع لهم الموضوع ده رقم كويس. طب ليه عايز اغليها؟ لان ببساطة انا كشركة بكسب 200%. طب الاسعار غلت وسعر المنتج عليا غلت، الخامات او الماتيريال اللي انا بجيبها للعلاج المعين ده غلى، ليه اغلي؟ ليه؟ عشان انا مكسبش، مكسبي ما يقلش عن 200%، لازم يفضل 200%. طب انا دلوقتي جبت علاج، العلاج ده شغال مثلا مضاد للالتهابات او علاج للسخنيه، طيب ايه اللي هيجبر المريض اللي هو يستنى العلاج بتاعي؟ لان ببساطه انا بتابع نظريه كويسه جدا، اي علاج بينزل السوق الشركه بتروح مقدمه مندوب مبيعات، بيروح المندوب ده للدكتور يقول له يا دكتور لو سمحت ده علاج بيتكلم عن 1 2 3، استخداماته 1 2 3، هنحتاج حضرتك تكتبه لنا، ولما تكتبه لنا يعني هيبقى ليك نسبة من مبيعات أو إكراميات، هنغير لك العربية، هنجهز لك العيادة، أي حاجة، المهم إيه الدكتور ده يقبل بالعرض. طيب لما الدكتور يقبل بالعرض يحصل إيه؟ هتروح لأنت كمريض، أنت واثق إن ده دكتور هو فاهم في شغلته، لكن هو دلوقتي قبل عرض زي ده، لما يروح لك ويقوم جاي كاتب لك في روشتة الصنف سين اللي احنا مسمينه ده، هتاخد انت الصنف ده وتروح للصيدلية، الصيدلية تقول لك والله هو الصنف ده مش موجود، تيجي تدور لك عليه ما لقيناهوش في الشركات بتاع الأدوية. طب نعمل ايه؟ هنشوف. طب معلش يكلم الدكتور يغيره لك، تكلم الدكتور يقول لك لا لازم الصنف ده، شوف صيدلية تانية، شوف صيدلية تالتة، تمام، ويضغط عليك. طب لو رحت له ومثلا العلاج جاب نتيجة 70-80%، ما جابش نتيجة 100% ده مطلوب وانت استخدمت البديل ده، هيقولك شفت انا قلت لك ما تجيبش بديل، البديل ده حاجة وحشة، البديل ده مش العلاج، البديل ده هيموتك، لا لازم تجيب الصنف اللي انا كاتبه لك ده. فتحط نفسك وتحط المجتمع كله في موقف استفزاز، اللي هو استغلال، اللي انا لازم العلاج ده، فتجبر نفسك انك تجيبه. طيب الشركة تقوم جاي شايلة العلاج من السوق، تقوم جاي بعد كده عينه شوية شهر شهرين عندهم وتنزله سواء بنفس الاسم او باسم جديد بس بسعر مختلف، وانت كمريض مجبر انك تشتري العلاج لان الدكتور البشري انت بتابع معاه بيقولك لازم العلاج ده. انت كده بتحط نفسك في موضوع استغلال، بتحط نفسك انك بتخسر نفسك، بتتعب نفسك وتلف على الفاضي. في حاجة اسمها مادة فعالة، المادة الفعالة ديت هي اللي بتحكم الشغل كله، المادة الفعالة ديت هي المادة المكونة للعلاج، تمام؟ في المادة الفعالة ديت هي مثلا المادة العلاج سين، المادة الفعالة اللي جواه ألف مثلا، المادة ألف دي ممكن تكون موجودة في 5000 نوع من الأدوية كلهم بيشتغلوا بنفس الكلام، لكن سين ده هو اسم المنتج أو اسم التجاري، ممكن يبقى في شركة تانية اسمه صاد، ممكن يبقى اسمه واو، كلهم نفس الشغل طالما اسم المادة الفعالة بتاعهم واحد. فانت لما تيجي تختار علاج اختاره على المادة الفعالة، ما تختارهوش بالاسم التجاري، لانك كده بتحط نفسك في موقف انك الشركة ممكن تستغلك. طب لو انت دلوقتي دكتور قال لك هجيب لك العلاج
وانت جيت تدور عليه والشركه تستغل الموضوع وطنشته وما جبتش العلاج ده وجبت صنف تاني نفس التركيبه، مثيل مش بديل، حاجه نفس التركيب بتاعها بالظبط. انت كده عملت ايه؟ انت كده حميت نفسك من استغلال الشركه ديت، حميت نفسك من دكتور ممكن يكون بيستغلك، تمام، ووفرت على نفسك مجهود انك تلف كتير وتدخ على حاجه ملهاش لازمه ممكن تجيبها بسعر اغلى من سعرها 5000 مره، مع ان في ادويه تانية ممكن تكون ارخص بكتير. حبيت بس انوه للفكره ديت لانها حاجه بنقابلها كتير في حياتنا، وصعبه جدا انك تيجي تكلم حد يقولك لا مش عايز بديل، مش عايز حاجه، لا انا عايز العلاج الدكتور كاتب. وان انت نفسك لما تروح للدكتور بعد كده وما تكونش جايب العلاج ده وتجيب علاج تاني نفس التركيب يقولك لا شفت ما جابش نتيجه عشان العلاج بتاعي انا اللي حلو. اللي ما تعرفوش اللي كده كده لازم من الدكتور ده يعدل على العلاج، لازم يقول لك انت كنت بتكشف عند دكتور كتب لك صنف، لما تروح لدكتور تاني هيكتب لك صنف مختلف، لانه ببساطه ما ينفعش يكتب نفس الصنف هيقول لك طب ما ده كان جاب نتيجه، فهيكتب لك بدل احمد هيكتب لك سحمد، فهي نفس الكلمه ما رحناش بعيد، الفرق بس اللي هو اسم دكان مختلف لكن نفس الماده الفعاله. فبالتالي بقى لو جاب نتيجه وقتها يبقى هو عارف اللي هو انت ده دكتور شاطر، مع ان هي تمام. الفكرة كلها ما تسيبش حد يستغلك. شكرا، كان معكم محمد البحراوي، في النهاية دمتم سالمين.